السلام عليكم. طبعا كلكم مستنيين الفيديو اللي انا المفروض هصحح فيه الاخطاء، بس انا بتاسف جدا انا مش هعمل الفيديو ده عشان اللي انا شفته امبارح هو اللي انا توقعته فعلا. انا ما كانش المفروض ان انا اعمل اي مسابقات من الاول اصلا، ما كانش ليا دعوه بالحوارات دي خالص. مبدئيا كده انا بشكر اي حد تقبل موضوع ان هو ما كسبش، تقبل بكل ذوق وبكل ادب وما زعلش. انا اول ما بدات المسابقه من اول ما اعلنت عنها من اسبوعين والفيديو بتاع امبارح، وانا طول الفيديوهات بتاسف وبقول ما حدش يزعل مني، ما عادش اتضايق، يا ريت كلنا نتقبل الموضوع ومش عارف ايه. يعني امبارح لو اتفرجت على الفيديو تاني هتلاقوني طول الفيديو عمال اقول بتاسف ومحدش يزعل ومش عارف ايه، والناس ما قدرتش ده. يعني بشكر جدا الناس اللي قدرت ده واللي تقبلت الموضوع بكل احترام وبادب من غير ما يزعلوا ولا يقولوا كلمه تزعلني. لكن الناس اللي دخلت لي في الرساله امبارح وقعدت تتكلم كتير، اكتر من شخص، اشخاص كتير جدا طبعا، في الكومنتات هنا هم مش كتير، في الكومنتات تحت الفيديو هم مش كتير، لكن في البرايفت عندي على الانستجرام خصوصا كتير قوي ناس داخله زعلانه وبتغلط طب ليه؟ يعني ايه اللي جابرني على كده؟ ايه اللي جابرني ان انا اعمل حاجه عشان الناس تزعل مني؟ فللاسف مش هقدر اعمل الفيديو بتاع تصحيح الاخطاء النهارده، لان انا مش حابب ازود الموضوع اكتر. ولو عرضت الفيديوهات النهارده وصححت لكم الاخطاء، الناس طبعا مش هتتقبل تصحيح الاخطاء كمان، وده اكبر مشكله في اي شخص حابب يتعلم ان هو ما يتقبلش موضوع الاخطاء. لما انت لسه في بدايتك وما تتقبلش، امال هتعمل ايه بعد ما تبقى محترف ان شاء الله؟ هتدوس علينا مثلا؟ ما علينا، مالناش دعوه، انا ما بيخصنيش الكلام ده كله يا شباب. انا بس طلعت النهارده عشان الناس اللي منتظره الفيديو ده. انا بتاسف جدا 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 منكم، انا مش هقدر اعمل الفيديو ده، لان لو عملته برده هيحصل مشاكل تانية وانا مش حابب كده. الناس عايزه اللي ينافق، عايزه اللي يفضل يقول على رسمتها واو جميله روعه تحفه، عايز الناس عايزه كده. لكن اللي طلع اخطاء ويحاول يعدل عشان يستفاد ما بيحبوش ده. انا بتاسف تاني لكل شخص ذوق ومحترم كان مستني الفيديو ده، وبقول له اسف جدا انا مش هقدر اعمله عشان لو عملته هيحصل مشاكل اكتر وانا مش حابب كده، مش حابب كده خالص والله. انا مفيش دماغ، انا بصوركم الفيديوهات ديت يعني ربنا يعلم انا بجيب الوقت منين. انا عندي شغل تاني وعندي ظروف تانية ووقتي ضيق جدا، فلما انا انظم مسابقه زي كده واقعد افرس في اللوحات كتير حوالي يومين ولا ثلاثه عشان ما اغلطش وفي الاخر يحصل كده، طب ليه؟ ايه اللي جابرني على كده؟ وامبارح بقول لكم كمان لو المسابقه كانت كويسه دي هعمل لكم مسابقه تانية قريبه بفلوس، يعني جوائز ماديه. يعني انا بحاول اشجعكم، طب انا ايه اللي جابرني على كده؟ ما انا كده كده القناه هتشتغل وهنزل دروس التعليميه زي ما بنزل عادي جدا ومفيش اي مشكله. فانا ايه اللي جابرني ان انا اعمل مسابقات ويحصل مشاكل والناس تزعل مني؟ لا بلاها احسن، بلاها. هو ده اللي انا كنت حاسس بيه، يعني انا ما كدبتش لما قلت هيحصل كده والله، بس انا كنت بكذب نفسي. بس لما حصل كده خلاص يعني بلاش بقى، خلاص يا جماعه الموضوع المسابقه ده انسوه. والفلوس اللي انا كنت مجهزها للجائزه بتاعت المسابقه اللي هتتعمل لسه ان شاء الله، الاول انا اروح اجيب بيها ادوات رسم ليا مثلا ولا حاجه، يعني اي حد مكان هيعمل كده، صح كده ولا غلط؟ طبعا كلامي مش موجه برده تاني، كلامي مش موجه للناس اللي تقبلت الموضوع ودخلت شجعت او باركت للناس اللي كسبوا، للفنانين اللي كسبوا دول، الناس كويسين جدا عندهم اخلاق رياضيه، ده اللي انا بتكلم فيه. انما كلامي على التانيين اللي دخلوا غلطوا فيا واللي دخلوا قالوا كلامي زعل، فمش هتكلم كتير يا جماعه في الموضوع ده. بس انا حبيت اعرفكم عشان الناس، انا عارف الناس مستنيه الفيديو ده ومستنيه انا اقول اخطائها، بس اعذروني انا اسف. اقفلوا صفحه المسابقه دي خلاص واعتبروا ما كانش في مسابقه اصلا، واللي كسب الف مبروك، انما مسابقات تاني بح خلاص طالما الموضوع هيجي علينا بغلط كده. عشان ما اطولش عليكم انا كنت حابب اعرفكم ده، بس عشان ما تقولوش بس انا ما نزلتش الفيديو ليه وانا بضحك عليكم كده، عشان تكون الصوره واضحه بالنسبه لكم. مستنيين فيديو جديد بكره ان شاء الله. السلام عليكم.